بسم الله الرحمن الرحيم. إن شاء الله النهاردة هنخش على تاني موضوع من مواضيع البيزك كورونا انترفينشن كورس. المرة اللي فاتت خدنا الفاسكولار اكسس. بنرحب بالدكتور مصطفى معانا النهاردة، يعني من الناس الجداد. النهاردة المنوط بيه إن إحنا نعمل ترانس فيمورال كورونري أنجيوجرافي سيف. يبقى الإيه؟ سيف قبل ما تعمل كورونر انجيوجرافي. ليه؟ لان ممكن واحد يموت في الكورونر انجيوجرافي، يبقى داخل شرايينه طبيعيه، مفيش اي مشاكل خالص، نورمال. تدخل تصوره يطلع بليفت من دايسكشن، تدخل تصوره تحقن في الكونس في اف ما تلحقش تديسه يموت، تدخل تصوره تحقن ثرومبس جوه الكورونر، يبقى انت اللي جبت له مايوكارديال انفاركشن. تمام. طيب بقول لك الكورونري انجيوجرافي، واحد اسمه ماسون، دكتور ماسون ده، بقول لك كان بيصور فنتريكيولوجرافي، حاطط القسطره كده جوه الفنتريكل بيصورها وهو بيسحبها، شبخت في الار سي ايه فجاه، ولا كان مرتب لها ولا بتاع، فبدا ان هو ايه يفكر يعمل قساطر باشكال معينه بحيث انها تعمل سيلكتيف كورونري انجيوجرافي. وده كان سنه 1958. جه عم مين؟ جودكن. عم جودكن دوت سنه 1967، يعني شايف المسافه بين الاثنين، واحنا دلوقتي لغايه دلوقتي عايشين بالايه؟ بالاساطير بتاعت الجودكن. هو اللي عمل الشيبز بتاعت الجودكن ليفت والجودكن رايت والبيج تيل علشان يعمل انجيجمنت، سيلكتيف انجيجمنت للليفت والرايت، ويعمل نون سيلكتيف انجيوجرافي بالبيج تيل. البيج تيل دي قسطره متلولوه كده فيها كذا خرم، تبدا ان انت تحقن فيها كميه كبيره ترسم لك الاورتيك روت بالشرايين اللي طالعه فيها. طيب ازاي نعمل سيمبل فيمورال كوروناري انجيوجرافي؟ احنا المره اللي فاتت كنا ركبنا الفيمورال شيس. ده الفيمورال شيس اهو. المفروض ان في اتنين شغالين مع بعض فين؟ في الاسطر. فتعالى طه معايا. احنا ركبنا الشيس وفلصنا الشيس، ودلوقتي احنا جاهزين ان احنا نعمل ايه؟ كوروناري انجيوجرافي. هنبدا ان احنا نقول اول حاله هنشتغلها، مثلا هنحقن الليفت، هنروح محضرين قسطره الفيمورال ليفت اللي هو الجودكن ليفت. الستاندرد ان انت تعمل جودكن ليفت ايه؟ 4. ده الستاندرد. لو القرش كبير بتكبر الجودكن ليفت، تخليها 4.5، 5، وفي 6، في لغايه 6. لو القرش صغير بتبدا ان انت تاخد الايه؟ الثلاثه ونص. في تركه حلوه وانا جربتها وزي الفل. ايه التركه دي؟ قال لك قيس الاورتيك روت بالايكو قبل ما تخش. اورتيك روت المفروض طبيعي 35، 37 اخر. الطبيعي ده ياخد من الفيمورال الجودكن فور مرتاح. كل ما الاورتيك روت بيعلى معاك في الايكو، كل ما هتحتاج ايه؟ قسطره اعلى. كويس. يبقى سيمبل كده، لو انت عايز توفر على نفسك كده الكوست، ان انت تيجي قبل بصه ايكو تقيس الاورتيك روت. اورتيك روت 37، خد في مره الليفت فور ملي من عند الساينس والفازالفا اللي هي الحته اللي بيطلع منها الكورونريز. تمام. لقيتها 35 37 حلو، يبقى ايه؟ ليفت 4. لقيتها 45، لا يبقى تاخد 5. طب لقيتها 40 تاخد 4.5، يعني في الفيمورال تقريبا بتزود نص. لا، جبنا الفيمورال ليفت 4. هل ينفع اخش بالفيمورال ليفت 4 كده لوحدها ولا لازم اسبق بواير؟ لازم اسبق بواير. فاروح جايبين الواير ده، اسمه جي تيبد واير. جي تيبد عشان ما يعملش دايسكشن وهو داخل الاورتيك روت. ببدا ان انا هو ماسك التب بتاعت الواير، هيدخلها لي من اليمه الثانيه. وطبعا كل حاجه نستخدمها في القسطره تبقى فلاشت، مغسوله، مش عليها دبرس، مش عليها اي سرومباي ولا الكلام ده كله. هو دلوقتي هيدخل الواير من الطرف بتاع الايه؟ القسطره. لو انتوا مش شايفين معانا ممكن تتاخر كده شويه. خش. ببدا اخليه يدخل بالواير لغايه لما الواير يطلع
من التب اليمين طلع اهو كويس، اسحب شويه لغايه لما التب، لازم الواير يكون ساند التب بتاعت القسطره وانا بفتح الفالف بتاع الشيس، والا القسطره هتعض على نفسها وممكن تتقطم منك. فليه انا ما اخدش القسطره كده ادخلها لوحدها؟ هتروح مقطومه متنيه، تمام؟ فلازم الواير يبقى يا دوب على التب، بس مش طالع من القسطره، يا دوب على التب قبل ما اخش افتح. فتحت الفالف اقول له خش، يبدا ان هو يدخل بالواير ويسبقني في الاورطه، اطلع بقى في الاورطه. طول ما الواير قدامي اوعى تسبق الواير، دايما انت الحركه بتاعتك ايه؟ الحركه بتاعتك ورا الواير. اه داخلين اهو بالواير، الواير لغايه لما الواير وصل الاورت كروت، المكان اللي هو اللي فيه الكورونر انجيوجرافي، اول ما بخش جوه بقول له اسحب الواير. سحبه الواير بقى ممكن تعمل لك دايسكشن. ليه؟ بص كده معايا. اه احنا دلوقتي اسحب الواير شويه، اسحب 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 اسحب، دخل الواير دخل الواير. بص الواير بيعمل ايه؟ بيفرد القسطره. اسحب الواير بسرعه، شاف الدائره دي، اول ما تنتش الواير بسرعه تروح القسطره خبطلك في الليفت من عامل دايسكشن. طب دخل الواير، اسحب الواير بالراحه بالراحه بالراحه، وانت بتسحب الواير في الانجيجمنت تسحب بالراحه. ليه؟ عشان تقرب تدريجي من الليفت مين. ستاندرد سحبت الواير، اسحب الواير خالص ستاندرد، تروح جايب سرنجه وعامل فيجورس اسبيريشن للقسطره قبل ما تعمل انجيجمنت للليفت مين. يعني انت وصلت الروت جنب الليفت مين وانت لسه في الاورتك روت، تروح جايب القسطره السرنجه بتاعتك وعامل فيجورس اسبيريشن. ليه؟ لان وانت داخل ممكن تكون واخد دبرس معاك من الاورطه لغايه لما وصلت لايه؟ البيز بتاع الاورتك روت. حلو، تيجي تحن في الكورونري تروح مدخل كل الدبرس ده فين؟ في الكورونرز. لا، يقول لك اعمل فيجورس اسبيريشن قبل ما تعمل انجيجمنت للفيمورال ايه؟ للليفت مين. كويس؟ طيب عملنا، عايزين بقى نعمل انجيجمنت للليفت مين. في بقى حركه مهمه لازم تعرفوها في الموفمنت بتاعت القسطره. احنا هنشيل الشيس عشان مش يضايقنا. ايه الحركه دي؟ بص انا هعمل كاونتر كلوك وايز، شوف القسطره هتبص ورا ولا قدام؟ هتبص فين؟ ورا. يبقى الكاونتر كلوك وايز موفمنت هتخلي القسطره تبص بوستيريور. طب كلوك وايز موفمنت بص التب بتاع القسطره فين؟ هيبص انتيريور. يبقى لازم تبقى انت عارف الاورينتيشن، مش مجرد ان انت داخل ايه قاعد تبرم جوه لغايه لما توصل لليفت مين. لازم تبقى دماغك عارفه هو الليفت مين دوت بوستيريور ولا انتيريور، وبناء عليه تبدا تتحرك كاونتر كلوك وايز ولا كلوك وايز. بعض الناس بتعمل تراي اند ايرور بس سموث موفمنت لغايه لما بتلشق فين؟ في الليفت مين. كويس، يبقى كاونتر كلوك وايز تبص فين؟ بوستيريور، كلوك وايز تبص انتيريور. بوش اند بول بوش اند بول كاونتر كلوك لغايه لما تروح لاشق فين؟ في الليفت مين. قبل ما تعمل الحركه دي بتكون ان انت عامل بتوصل السيستم بتاعك ده المانيفولد. المانيفولد اتفقنا المره اللي فاتت ان التب بتاعته دي بتشاور على الحاجه الايه؟ المقفوله. فانا دلوقتي ده البريشر لاين، المفروض ان ده هيبقى الفلاش اللي انت هتعمل بيه تغسل بيه اللاين. تبدا ان انت تفتح على التوصيل واقول له اديني فلاش ووصل على فلاش كونتينوس فلاش عشان اطمن ان الحته دي ما فيهاش اير. يبدا ان هو يرسم لي البريشر ويف من غير اير ومن غير انترابشن ولا دمب بريشر ولا الكلام ده كله. كويس؟ طيب بعد لما وصلت البريشر ببدا ان انا افتح اجيب باك فلو، اجيب باك فلو. بحب انا الصبغه تبقى كلوزد سيستم، يعني لو دي الصبغه متوصله عندك هنا اهي، بتعلق الصبغه وتوصلها في اول طرف في المانيفولد، اهي الصبغه متوصله ودي السرنجه اللي هحقن بيها.
كويس. انا جبت كده باك فلو كله فاتح على ورا، في باك بليد، باك بليد كويس، اروح فاتح البريشر، البريشر ويف كويس كده، انا فاتح على البريشر اهو صح، البريشر ويف قدامي كويس، ابدا ان انا عايز اسحب صبغه، بروح قافل على فوق عشان اسحب منين؟ من الصبغه بتاعتي. تمام، بعد لما اسحب اروح قافل، وبعدين عايز اعمل كورونر انجيوجرافي بقى، ايدي لفوق اخد بس شويه يعني ايه سنتي بلاد كده، اطمن ان مفيش اير في السيستم، سيني كونتينوس ستيدي انجكشن، وبعدين اروح فاتح البريشر، بريشر اوكي، ابدا اغير الفيو، اسحب الصبغه بتاعتك، اقفل البريشر كويس، اوكي، اسحب سنتي بلاد، وبعد كده احقن، اوعى تحقن من غير ما يبقى قدامك البريشر كيرف ايه كويس، عشان هنعرف كمان شويه ايه اسباب الدامب بريشر وتتعامل معاها ازاي. يبقى نيفر ان انت تنجكت من غير ما يبقى ايه معاك بريشر ويف كويس، حكايه ان انت توصل على القسطره على طول دي مش كويسه. طيب زي ما انتم شايفين، بقول لك جودكن، عم جودكن ده بيقول لك ايه؟ بيقول لك الاساطر بتاعتي عارفه الطريق بتاعها للكورونرز، الا لو الاوبريتور شغل دماغه فيها وعوجها. يعني ايه؟ هو عاملها ان انت من غير اي مانيبيوليشن ولا كلوك وايز ولا كاونتر كلوك وايز تمشي كده لغايه لما توصل الكورونري وتشبط العقل. شايف المعلمه؟ المعلمه مش بالساهل. تمام؟ الا لو ايه سورتد بالاوبريتور، ان هو حب ان هو يلفها او يتنيها او كده، فبتبدا انها تفقد الروت بتاعها للكورونريز. تمام. طيب نفترض ان انت دخلت الليفت مين مش عارف توصل له، هي المفروض تبقى مرسومه لك بالشكل ده، ده البيز بتاع الاورطه، الليفت مين طالع من الليفت كاسب، الار سي اي طالع من الرايت كاسب وبيبقى انتيريور شويه، يعني هو بيبقى الشكل ده بالظبط على العيان، الليفت طالع كده والار سي اي طالع لقدام. تمام، انت علشان تعمل انجيجمنت لازم تبقى عينك عموديه على الاوريجن بتاع الارتر، عينك تبقى ايه عموديه على الاوريجن بتاع الارتر، فالليفت مين تعمل له انجيجمنت في الستريت بي اي. ليه؟ لان البي اي فيو انت باصص انتروبوستيريور، فانت اوتوماتيك 90 درجه على الاوريجن بتاع الليفت مين، ده لو بريسيومد ان هو لا طالع انتيريور ولا بوستيريور، طالع في النورمال بتاعه. طيب لو انت عايز تعمل انجيجمنت للار سي اي لازم تروح ال اي او شويه. ليه تروح ال اي شويه؟ لان لو بصيت كده الار سي اي طالع في وشي، لازم اروح ال اي او علشان ابقى عمودي على الاوريجن بتاع الار سي اي فاقدر اعمل له انجيجمنت. كويس؟ فكسمبل بي سي اي احنا بعد لما دخلنا وسحبنا الواير هي اوتوماتيك هت ايه؟ هتنجيج الليفت مين من غير اي مانيبيوليشن. طب الار سي ايه؟ اجين برضو هندخل نسبق بالواير لغايه لما نوصل الاورت كروب. وصلنا الاورت كروب بتبقى القسطره بص على الليفت كده صح؟ بندننا نزقها نزقها لغايه لما توصل للاورت كروب. طيب الاقصر تعمل كلوك وايز ولا كاونتر كلوك وايز؟ كلوك وايز. ليه؟ بص هي بص على الليفت اهو، يا دوب هتعمل كلوك وايز تلف كده تخش على الار سي، مش هتجيب اللفه ايه من ورا، فانت اهو وصلت لغايه الليفت سيستم اهو، هتبدا ان انت تعمل بص كلوك وايز، كلوك وايز سلولي سلولي لغايه لما هوب هتروح رشقلك في الايه في الكورونري، في الرايت كورونري. تمام، يبقى انت بعد ما توصل للاورتيك روت اهو هتبدا ان انت تعمل كلوك وايز روتيشن فيري سلو لغايه لما تروح رشقلك في الايه في الرايت كورونري. في الرايت كورونري الكلوك وايز بيعمل لك ديب انجيجمنت. طب نفترض ان انت رحت داخل في الكونس، عارفين الكونس ده ايه؟ ده اول برانش طالع من الار سي اي فوق، عايز تطلع ديب انجيج، عايز تطلع تسحب، هتبص تلاقي نطرالك في الكاروتيد، لا زي ما دخلت كلوك وايز تطلع كاونتر كلوك وايز، فيري سلو فيري كنترولد موفمنت، انت مش مستعجل على حاجه، هتبدا القسطره تتظبط لك على اول الار سي اي وبعد كده تبدا الحقن بتاعك. كويس؟
اتفضل. يبقى احنا دلوقتي عرفنا السيمبل انجيجمنت اللي هي ايه؟ قسطره مش محتاجه اي مانوفرز، دخلت بالواير، دخلت بالفيمورال ليفت فور، سحبت الواير بالراحه لغايه لما انجيجد الليفت مين، عملت انجيجمنت الليفت مين، وصلت المانيفولد بتاعك، جبت باك بليدن، رحت ايه؟ بريشر ويف كويس. مهم النقطه بتاعت البريشر ويف، تسحب صبغه من الكلوزد سيستم، واهم نقطه ان انت قبل ما تحقن تسحب شويه. النقطه دي لما نيجي نتكلم في البي سي اي مش هتنفع، يعني لما نيجي نتكلم في البي سي اي ايه مش هينفع نسحب. مش عارف البتاع دي مال. ليه؟ هنقولها ساعتها. انما في الكورونري انجيوجرافي طول ما انت معاك كلوزد سيستم تسحب بس سنتي وبعد كده تنجكت مع الكورونري انجيوجرافي. الار سي ايه بعد ما توصل للروت هتبدا ان انت تعمل كنترولد كلوك وايز موفمنت لغايه لما تعمل انجيجمنت للار سي ايه. حصل ديب انجيجمنت تسنه كاونتر كلوك وايز موفمنت. زي ما انتم شايفين هو هنا قاعد يزق القسطره، يزق القسطره المفروض بعد الواير، بعد ما تدخل الواير لغايه لما عملت انجيجمنت فين؟ لوحدها، لا لف يمين ولا لف شمال. وفي الار سي ايه بعد ما وصل اهو بدا ان هو يلف بالراحه كلوك وايز روتيشن لغايه لما رشقت في الرايت كوروناري ارتري. بس خلي بالك ان احنا بنعمل انجيجمنت في الرايت كوروناري في الايه؟ في ال اي او، عشان نكون عموديين على الاوريجن بتاع الار سي. نعرف ازاي الانجيجمنت ايه؟ البريشر ويف، طول ما البريشر ويف بتاعك حلو احقن حتى لو دي بانجيجمنت. لو البريشر ويف بتاعك دامبت اطلعي، يبقى في مشكله احد اسبابها ان انت تبقي دي بانجيجمنت. تمام. الكواكزياليتي هقول لك بنعملها ازاي دلوقتي. الكواكزياليتي بما انك فتحت الموضوع، في الار سي اي الكواكزياليتي مهمه لانه سباستيك ارتري. تمام. فانت المفروض بعد ما عملت انجيجمنت للار سي اي في ال ال اي او، ممكن تبقى انت انجيجد في الار سي اي كواكزيال. كواكزيال يعني ايه؟ يعني ماشي مع الار سي اي، وممكن تبقى كده وممكن تبقى كده، صح؟ طب تعرف ازاي؟ قال لك مش انت عملت انجيجمنت في ال ال اي او، روح في الار اي او. لو في الار اي او لقيت كيرف القسطره بتاعك اختفى، يعني هي بصالك، يبقى انت كواكزيال. تمام. طب لقيتها في الار اي او مايله يمين او مايله شمال، يبقى انت ايه؟ مش كواكزيال. دي التركه بتاعت الار سي ايه. في الليفت مين بتتعرف مع اول حق، هل انت راشق في الروف ولا في الفلو. طيب قال لك علشان اعمل سيف انجيوجرافي، اول حاجه اسبايريت الجايد او الدايجنوستيك فيجوراسلي افتر انسيرشن. ليه؟ عشان لو في شويه اي دبرس في النص تسحبها قبل ما تحقنها في الكوروناري ارتري. تاني حاجه لازم يكون في باك بليد. ليه؟ عشان ما يبقاش في اير امبوليزم، ثرومبو امبوليزم، اي حاجه، لازم يبقى قدامك باك بليد، بريشر ويف اوكي زي الفل. واتش فور بريشر ويف بيفور ايتش انجكشن. اوعى تحقن الا لما تشوف الايه؟ البريشر ويف. نيفر. ليه؟ لان هتحقن في كارثه حصلت، دايسكشن، ثرومبو امبوليزم، اير امبوليزم، وات ايفر، في كارثه هتحصل لو انت حقنت وزود بريشر ويف. اسبايريت سلولي دي حركه بلدي، يعني ايه؟ مش موجوده قوي، يعني هم عندهم ستريكت كلوزد سيستم، بس احنا عندنا ما تعرفش الاير بيخش منين. تيجي تسحب بتلاقي في شويه رغاوي طالعه لك كده في الايه؟ في السرنجه. ايدك لفوق وانت بتحقن، يعني دايما التب بتاعت السيرنج لتحت وايدك لفوق. ليه؟ عشان لو في شويه اير في السرنجه يطلعوا لفوق. لو انت ايدك لتحت الاير هيبقى عند التب بتاعت السرنجه، تيجي تحقن يروح داخل فين؟ في الكوروناري ارترز. طيب عايز اسالكم سؤال بالذمه، هل الكوروناري انجيوجرافي بروسيدور دي
محتاج ان انت تبقى معاك عيان ولا معاك تولز؟ معاك تولز، يعني لو جيت بعد اي حاجه ورحت جايب العده بتاعتها زي ما انا عملت كده ومرنت ايدك، رحت جايب دي كده وجايب البريشر ويف، قعدت تمثل مع نفسك بريشر اوكي اوكي اسحب احقن لغايه لما ايدك اوتوماتيك اوتوماتيك خلاص خدت على الموضوع. ما تجيش بقى والعيان انجيج مثلا تقعد بقى تقعد تدعبس، وده كان بيفتح ازاي ولا بيقفل ازاي؟ لا، يبقى انت بعد كل حاله، انت كل اكيد كلنا شغالين في اماكن فيها قسطره، ولو مش شغال في مكان فيه قسطره روح مكان فيه قسطره، تمام؟ بعد ما الحاله تخلص قبل ما التمريض يرميها في الزباله البس جوانتي وامسكها وظبط مع نفسك الايه؟ المانوفرز اللي احنا عملناها دي، اعملها 100 مره 200 مره لغايه لما ايدك تاخد عليها، اول ما تاخد الفرصه قدام العيان بقيت راجل اكسبرت كده وانت ايه؟ وانت شغال. انجكت ستيدي، يعني ما تحقنش جامد قوي ولا تبقى الصبغه انترميتنت وانت ايه؟ وانت بتحقن. يعني ايه؟ دي بتيجي بقى مع الاكسبيرينس، اول حقنه بتاعتك بتبقى مهزوزه، تاني حقنه بتبقى جامده، تالت حقنه بتبقى ايه؟ خلاص انت خدت السنسيشن بتاع الحقن. وبقول لك علشان تبقى انت مظبط نفسك وانت بتحقن في الاول، هات سرنج 10 سم بلاش ال 20، لان ال 20 تبقى عايزه ريزيستنت جامد وانت بتحقن، انما ال 10 سم زي الفل. النهارده اشتغلنا حلقه بايه؟ ب 10 سم، خلصنا الحاله كلها في 50 مللي سبق، تمام؟ وبيوفر ال 10 سم بتوفر في السبق. طيب لارج اور سمول، انت ما قستش بالايجو ورحت داخل بالفيمورال ليفت اللي هو الجاتكن ليفت، يا ترى القسطره صغيره ولا القسطره كبيره؟ بص كده معايا، دول 3 عيانين وده السبايدر فيو. السبايدر فيو دوت ان انا باصص من على الشمال، يعني ال اي او كودل، تمام؟ تاني انا بي اي اهو، انا ببص ال اي او كودل، ده السبايدر فيو. شايف السبايدر فيو هنا انا شايف ايه؟ شايف ال ليفت مين مطلع ال دي وال سي اكس. يبقى في السبايدر فيو ده هنعرف الفيوهات المره الجايه، بس علشان الصوره اللي هنا السبايدر فيو ده عباره عن ايه؟ ان انا رحت ليفت ال اي او كودل، فبالتالي اللي انا شايفه قدامي اهو قدامكم كلكم ليفت مين مطلع ال دي وال سي اكس، تمام؟ طيب في ال اي كودل دوت او في السبايدر فيو دوت المفروض ان القسطره تبقى مريحه، لا غطسانه ولا متشعلقه، تبقى القسطره مريحه. شايف القسطره هنا مريحه على قد الاورتيك روت وداخله كواكزيال مع الليفت مين، انتوا شايفين الصوره ولا لا؟ كله شايف؟ هنا القسطره صغيره فنايمه كلها في الاورتيك روت وداخله دايره لك في الروف بتاع الليفت مين، يبقى كده القسطره صغيره. هنا القسطره متشعلقه ودايره في الفلور بتاع الليفت مين، يبقى القسطره لو حجمها كويس هتنام لك حلو في الكسر لغايه لما توصل لك للكورونري ارتري كواكزل. يعني تخيل مثلا لو احنا هنستخدم هنا الليفت فور، الليفت فور المفروض انها بتبقى عامله لك كده اهو، وعذرا على الليفت يمين اللي دايسكتد، تبقى نايمه لك بالشكل ده مريحه. لو الارش كبير هتبص تلاقي القسطره كلها الكيرف بتاعها اتبلع جوه القرش وعامله لك كده. لو القسطره كبيره هتبص تلاقيها لك متشعلقه لك كده اهو، يا دوب انت لاطط الكورونري والكيرف نفسه مش عارف ينزل في الايه؟ في الاورتيك روت زي ما احنا شايفين في الصوره دي. هنا الكيرف معقول وكواكزيال مع الليفت مين، هنا الكيرف صغير فالقسطره عايمه لك كلها في الاورتيك روت ويا دوبها متشعلقه في الروف بتاع الليفت مين، هنا القسطره كبيره ومتشعلقه فوق ويا دوبها طايله الليفت مين بس من تحت. كويس؟ كويس. ده الفيو ده المفروض يشتغل دلوقتي، ده البي اي كرينيال فيو. بي اي كرينيال فيو يعني ايه بي اي كرينيال فيو؟ يعني انا اهو ده بي اي رحت كرينيال، فلما رحت كرينيال انا شايف ال دي نازل قدامي في النص،
البي اي كرينيال فيو اللي ال ال اي دي نازل في النص. واعرف ال ال دي ازاي؟ قال لك ده الارتري اللي ريتشنج الايبكس ومطلع سيبتلز ليه بالعبيط. تمام. فاحنا دلوقتي قدامنا اهو ده ال ال اي دي نازل في نص الشاشه اهو، الثلاثه دول بي اي كرينيال فيو. شايف العيان ده القسطره كو اكزل مع الليفت مين، والقرش بتاعها في يعني ده شكلها في البي اكرينيا، هنا متشعلقه قوي وطالعه في الروف، هنا معدوله في البي اكرينيا ويا دوبها لطه الفلور، يبقى دي قسطره كبيره، دي قسطره مظبوطه، دي قسطره صغيره. لو انت عندك البدايل ان انت تغير في القساطر هتبدا ان انت تجيب قسطره كبيره شويه صغيره شويه. لو انت ما معكش البدايل ممكن تعمل شيبنج للقسطره. يعني ايه تعمل شيبنج للقسطره؟ تفتح الكيرف بتاعها شويه، تضيق الكيرف بتاعها شويه وهكذا. طيب قبل ما نخش بعد كده، قبل ما نخش على الاملتس، بعض الحالات وانت بتيجي تعمل الليفت مين، الليفت مين تيجي تدخل القسطره، القسطره مش عايزه تخش. يعني ايه مش عايزه تخش؟ يعني انت الليفل اللي انت بتلعب فيه مش الليفل بتاع الليفت مين. موستلي الليفت مين بيبقى بوستيريور شويه، موستلي الليفت مين بيبقى ايه؟ بوستيريور. فلما الليفت مين بيكون بوستيريور فانت المفروض ان انت بتروح له كاونتر ولا كلوك وايز؟ كاونتر كلوك وايز. فبتبدا ان انت تسحب القسطره شويه، تعمل كاونتر كلوك وايز وبعدين تزق، هتبص تلاقيه شبط لك في الليفت مين. تاني فالمفروض لو انت مشيت مع الرول بتاع جاتكن ان انت تخش على الايه؟ على الليفت مين على طول. طب هو مش في البلين بتاع الليفت مين، هو لورا شويه، فتعمل ايه؟ هتسحب القسطره شويه وبعدين تخلي القسطره تبص لورا ازاي؟ كاونتر كلوك وايز، وبعدين تروح زائق وهي كاونتر كلوك وايز هتروح داخله لك على الليفت مين اللي هو موجود بوستيريور. تمام. والحركه دي برضو بتتعمل امتى؟ بتتعمل لو مقاس القسطره صغير. يعني لو مقاس القسطره صغير الحركه دي بتنفع، ان انت بتسحب مع كاونتر كلوك وايز وبعدين تروح زائق جامد، تروح نازله لك على القص بتاعته يا دوب لطشالك كده في الايه؟ في الليفت مين اللي هو موجود ورا. طب لو القسطره كبيره، قسطره كبيره هتلاقيها متشعلقه لك كده ومش عارف تعمل انجيجمنت. في تركه خفيفه ليها. ايه التركه دي؟ قال لك انت اهو تحت في القصر كاونتر كلوك وايز، اسحب وبعد كده كلوك. جابت؟ لا، كاونتر واسحب وكلوك، هتبص تلاقيها رشقت لك في الليفت مين. لو القسطره كبيره، لو القسطره حجمها حلو هتروح من غير اي مانيبيوليشن. لو القسطره حجمها كبير، الفكره كلها الكبيره دي مش عارفه تنزل في الروت، متشعلقه كده، فانت بتغير البلان بتاعها، كاونتر تبص ورا تسحب كلوك، دخلت لا لسه، كاونتر اسحب كلوك لغايه لما تروح ايه؟ رشقالك في الليفت مين. ده لو القسطره كبيره. انما لو القسطره صغيره، قسطره صغيره بتبقى عيمالك كده، فانت المفروض تنزل تحت وتلف كاونتر وتزق لغايه لما تتشعبط لك في الليفت مين ايه؟ من تحت. لو عندك الموداليتيز ان انت تجيب القسطره الكبيره يبقى انت وفرت عليها. القسطره الصغيره تاني. الفكره كلها في القسطره الصغيره. اصلا انت لو القسطره صغيره، فالقسطره صغيره الحته بتاعت الكوروناري ساينس كبيره، فلو لفيت فيها القسطره بتلف على نفسها. تمام. فانت بتسحب عشان تروح على الحته الايه؟ فوق الساينو تيوبلر جانكشن في الحته النارو، بحيث لما تلف ما تتنيش عن نفسها، تلف سنه كاونتر وتروح زائد، تروح داخله لك في الايه؟ في البلين الثاني اللي ورا. انما لو انت تحت قعدت تلف هتبص تلاقي ايه؟ لفت على نفسها بالشكل ده. كويس؟ طيب. في حد عنده اي سؤال لغايه دلوقتي؟ مفيش. طيب المانيبيوليشن بتاع الاملتس، الاملتس دي اوعى تستخدمها لاول مره لوحدك. ابسوليوت كونترا انديكيشن، لازم تشوف حد بيستخدمها معاك
وبعد كده ايه تستخدمها. ليه؟ لان الحركه بتاعتها عكس انعكاس. يعني انت دخلت الاملتس دلوقتي اهو في الايه في الاورتيك روت، هي التب بتاعتها بصه لتحت. المفروض في كل الاساطر لو انت عايز ترفع التب لفوق تسحب، دي لا تزق، لما تزق التب بتاعها هيطلع لفوق. طب عايز تدخلها بقى تروح ساحب، تروح داخله لك في الكورونري في الليفت مين. بص معانا هنا املتس، حد قلب الاملتس ولا ايه؟ دي الاملتس حبيبه الملايين، تمام. الاملتس زي، بص تخيل ان انت راكن على الاورطه دلوقتي اهو، لو انت سحبت التب بتاعها بينزل لتحت، لو انت زقيت التب بتاعها بيطلع لفوق، فهي العكس بتاعها ايه؟ عكس. طيب انت دلوقتي عايز تعمل ديب انجيجمنت، اسحب هتبص تلاقي التب بتاعتها بتخش لجوه، عايز تعمل ديس انجيجمنت زق تروح زائد، تروح التب بتاعتها طلع. فهي الحركه بتاعتها ايه؟ عكس. انت اول ما بتوصل الروت بتبقى باصه لتحت، زق تروح طالع لك لفوق، اسحب تروح داخله في الليفت مين. طب عايز تطلع زق ولا اسحب؟ زق تروح طالع بره، كاونتر بروجرس تبع الروت تروح ساحب. صعب ايه؟ خلينا في الجاتك، هي طبعا ليها استخدامات وهتيجي بعدين، بس يعني ايه واحده واحده. يعني انا بحب في المحاضرات بتاعتي ان انا اراعي كل الطلبات، في واحد هيستفاد بمعلومه الاملتس وواحد هيستفاد بالجاتك، يبقى كله ايه طالع مرضي. طيب بص بقى الديس انجيجمنت بتاع برضو احنا ممكن نستخدم الاملتس ليفت في الار سي اي، بتوصل برضو الروت تلف شويه وتزق لغايه لما تشبط لك فيه الار سي اي، وبرضه نفس الكلام لو زقيت هتطلع لو شديت هتخش. وبعد بص بقى الديس انجيجمنت بتاع الاسطر اللي شبكنا يخلصنا، ده الرول بتاع الايه بتاع الاملتس. بص احنا بعد ما خلصنا الحاله بتاعتنا، لو انا سحبت هتروح البوز بتاعها داخل على الارتر قوه، انا قاعد ازق لغايه لما تروح تطلع لك بالشكل ده تاني. بص شوف دي زق 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 طلعت، لف واسحب بقى، انت كده طلعت سيفلي من الكورونري. طب تخيل بقى لو انت بعد ما خلصت بالاملتس، الحمد لله على السلامه، الحمد لله على السلامه، دي شرمت الليفت من بالاورطه بالفيمورال والحمد لله على السلامه بقى، تمام. انما لازم ديس انجيجمنت بتاع الام، عشان كده بقول لك ما تستخدمهاش الا لما تشوف حد بيستخدمها معاك قدامك وبعد كده تستخدمها، عشان ما تبقاش هزاردس للعين. طيب شورت ليفت مين، لو انت اكس، لو انت اكسبرت في الجاتكن هتجيب بها اي حاجه، تمام، هتقعد تعمل شيبنج وكيرفات وبوستيريور وانتيريور، بس في بعض الاورتيك روت بتبقى عنيف لدرجه ان انت الجاتكن قاعده كل ما تدخلها تلف على نفسها، كل ما تدخلها تلف على نفسها، فانت عايز قسطره بقى بري شيبد تقدر تلف فيها في الاورطه من غير ما تتنع على نفسها، اورتيك روت خمسه سته والدنيا عايمه مش هيجيبها لك الا الاملتس. دي هي ليها استخدامها بس الدايجنوستيك في الدايليتد اورتيك روت او انومالاس بقى، بس مش وارده في الليفت مين قوي. طيب شورت ليفت مين، مشكله الشورت ليفت مين ان انت لما بتيجي تعمل انجيجمنت بتعمل سيلكتيف انجيجمنت الوان امتر، هي اصلا القسطره التب بتاعتها طويله والليفت مين اقصر من التب بتاعت القسطره، فيا اما هتدخلك على السيرك يا اما هتدخلك على ال ال دي. طيب هو السيرك ورا ولا قدام؟ المفروض السيرك لافف لورا ولا طالع لقدام؟ لورا، وال ال دي طالع لقدام. يبقى لو انا عايز اروح السيرك اعمل ازق ولا اعمل كاونتر كلوك وايز؟ كاونتر كلوك وايز. طب لو انا في السيرك وعايز اخش ال ال دي اعمل كلوك وايز. طب اعملها ازاي؟ انا دلوقتي اهو في السيرك، تمام، اروح ساحب شويه سنه كلوك وايز لقدام واروح زايق تاني، هتروح داخل لك في ال ال دي.
تعالى كده نشوف الحالة دي. يبقى ال ال دي عشان اخش واعمل كلوك وايز روتيشن، لو عايز اخش السيرك اعمل كاونتر كلوك وايز روتيشن. بص دي كانت حالة بتتصور في المجاني شورت ليفت ميل، وانت داخل عامل سيلكتيف انجيجمنت على ال ال سي اكس. هي الصورة واضحة ولا انا النظر ضعيف؟ عايزين نطفي نور اصلا، الحتة دي مهمة. جرب كده اي حاجة، سمي اللاب. ايوه هو الكلوب اللي فوق ده لو طفى بتهلي. هي حلو كده شوية. يبقى احنا كده عاملين سيلكتيف انجيجمنت على ايه؟ على ال ال سي اكس. دي محاولة تانية ان هو يسحب ويعمل نون سيلكتيف برضه متشعلق بره. يعني هي المشكلة في الداتا شوية، هي على اللابتوب حلو. اللي مش شايف ممكن يجي يتفرج معايا ويرجع تاني. يعني بص القسطرة هو دلوقتي نون سيلكتيف علشان يحقن، بس برضه مش ملونة لا سيرك ولا ال اي تي. دي برضه نون سيلكتيف، كل شوية يسحب يزوق. فهي تركة واحدة قلت له بص اسحب كلوك وايز زو، عمل سيلكتيف انجيجمنت ال دي. تركايه خفيفه جدا ان انت بس تبقى عارف الاورينتيشن بتاع الارتر. طيب السيلكتيف انجيجمنت فادنا في حاجه؟ اه فادنا. انت عارف العيان ده كان داخل اكيوت مايكاردال انفاركشن. انا ماي استراتيجي لو مايكاردال انفاركشن شست بين اوف تيم 3 فلو ما تحطش ستنت في ساعتها، سيبه كده يومين على انتي بليتلت سيرابي لغايه لما الانفلاماتوري ميديا والهوت ميديا اللي موجوده تروح، هتقلل كتير قوي الريسك اوف نور فلو. وفي استاد اتنشرت في اليوروبيان هارت جورنال على الترانزيانت مايكارد انفاركشن. يعني واحد دخل بمايكارد انفاركشن وبعد كده وصل لك وهو شيست بين فري، سواء الترانزيانت دي قعدت 5 دقائق 10 دقائق ساعه ساعتين، المهم وصل لك ايه؟ شيست بين فري. وقارنه ما بين الاميديات ستنتنج والديفيرد ستنتنج، لقيوا ان الديفيرد ستنتنج بتقلل الريسك بتاع النور فلو. اه مش سيجنيفيكانت، بس عندنا في مصر سيجنيفيكانت. يعني انت لو جيت رجعت كده في دماغك وفي حالات ماتت بالشكل ده، تلاقي اكيوت ام اي شيست بين فري تيم 3 فلو، تعد الواير تحط ستنت نور فلو في اف ارست. تمام. طيب ليفت مين من الار سي اي ده يعني ايه؟ سواد السواد. ليفت مين من الار سي اي ان انت تقعد تلف مش لاقي ليفت مين، تيجي تحقن في الار سي اي تبص تلاقي الار سي اي والليفت مين والال دي والسيرك والليله ايه متعشيه كلها من الار سي. في عندنا 4 كاتيجوريز من الليفت مين اللي طالع من الار سي اي. احنا عشان نشخص الروت بتاع الليفت مين اللي طالع من الار سي اي، هو المفروض لو ده الاورطه، الاورطه اهو طالع صح، وطالع قدامه ايه؟ البلمونري صح ولا لا؟ فانا علشان اشخص الروت لازم ابص من على اليمين. شوف انت لما بصيت على اليمين البلمونري قدام والاورطه ورا، البلمونري قدام والاورطه ورا. طيب هنجيب السرنجتين عشان يبقى مسكتها سهل. ده الاورطه وده البلمونري. اللي طالع يمتك هنا مين؟ الار سي اي. فقال لك لو الليفت مين طالع من الار سي اي بياخد احد 4 روتس، احد 4 روتس. الروت الاولاني ان هو ينزل جوه المصل اللي هو السبتال كورس، وبعد كده يقب عند الانتيريور انتر فنتريكولار ويكمل ال اي دي اللي هو اول روت. طلع من الار سي اي نزل وده شويه سبتالز وبعد كده طلع عمل السيركم فليكس والال اي دي، هتبص تلاقيه ايه نازل لتحت. الروت الثاني ان هو يكون ماشي قدام البلمونري ارتري،
يعني ايه قدام البلمونري ارتري؟ اهو انا دلوقتي ماشي باصص من على اليمين قدام البلمونري ورا الاورت وطالع الار سي اي، تمام؟ فالليفت من لو ماشي انتيريور كورس وده بناين كورس، يعني الانتيريور كورس من الانومالي ده بناين ما فيهوش مشكله، هتبص تلاقي الليفت من مفروض قدامك ما فيهوش اي كنكات زي ما انت شايف في الصوره كده، تمام؟ طيب لو هو طالع انتر ارتيريال كورس، يعني ايه انتر ارتيريال كورس؟ يعني طالع من الار سي اي وداخل ما بين الاورطه والبلمونري ولافف من اليمه الثانيه، فانت لو باصص من الرايت سايد هتبص تلاقي في جزء فور شورتنت وبعد كده كمل تاني زي ما انت شايف على الصوره. بص الليفت من طلع اهو وبعد كده عدى من اليمين للشمال ما بين البلمونري وما بين الاورطه، ففي جزء من الليفت من فور شورتنت قبل ما يكمل على ال دي والسيرج. طب لو عايز يلف من ورا، او انت باصص من على اليمين اهو والار سي اي طالع والليفت من طالع، لازم هيلف من كده ويطلع. بص اللفه بتاعته هتبص تلاقي شكله ده في الار اي او كرينيال فيو. يبقى عشان تشخص، على فكره في ناس كتير اول ما تلاقي الليفت من طالع من الرايت يقول لك انا انجيوجرافي ما اقدرش احدد الكورس بتاعه فاروح اعمل سي تي. هيروح يعمل سي تي، بس انت تقدر من الرايت كرينيال فيو تعرف هو سيبتال ولا انتيريور ولا انتر ارتيريال ولا بوستيريور. بوستيريور هتبص تلاقيه لافف واخد اللفه دي، ليه؟ لان انت في الاريو كرينيال فيو انت قدام البلمونري وده الاورطه، فعشان يلف من ورا الاورطه لازم ياخد الكورس ده. طيب لو عايز يدخل انتر ارتيريال يبقى هتلاقي فيه جزء فور شورتنت. طب لو عايز يخش انتيريور هتلاقيه مفروض قدامك، لا هيلف يمين ولا شمال. لو عايز يخش السبتل هتبص تلاقيه غطس لتحت كده ادى شويه سبتلز وبعد كده طلع ادى السيرك وادى ال اي دي. انا لسه ما شفتوش لغايه دلوقتي فما فيش افلام، لما اجيبها بنزلها لكم على الايه على الجروب. طيب سيبرت ال اي دي اند ال سي اكس اوستيا، مفيش ليفت مين، ال ال اي دي وال سي اكس طالعين بسيبرت اوستيا من الاورطة. برضو البديهي ال ال دي يبقى قدام ولا ورا؟ قدام، وال سي اكس ورا. الناس بتخش جوه الاصابع بالطول ما تعرفش قفاها من وشها، تمام؟ طيب دي كانت حاله برضو شغالينها عاملين انجيجمنت كده لل دي ولا السيرك؟ ده ال دي ولا السيرك؟ اللي مطلع السيبتلز ال دي، تمام؟ قلنا ناخد الفيوهات بتاعت ال دي علشان ايه؟ نشوف السيرك. خلصنا ال دي، عايزين بقى نعمل انجيجمنت للسيرك مش عارفين. خدنا حق مامان سيلكتيف، لقينا ان ال سي اكس وال دي طالعين بسيبرت اوستيا. الفيو ده كودال فيو، ال دي ده الفيو ده كودال فيو. كودال فيو يعني انا باصص منين؟ من تحت، تمام؟ تخيل كده معايا، المفروض ال دي طالع قدام وال سي اكس طالع ورا، صح؟ لو انت بصيت كودال يبقى اللي قدام هيبان فوق، صح؟ واللي تحت ورا هيبان تحت، يعني الفيو ده السيرك مش تحت ال ال دي، ده انت اللي باصص من تحت. يعني هو المفروض قدام اهو ال ال دي طالع قدام وال ال سي اكس ورا. لما تروح كودال فيو فانت بتبص من تحت، فيبقى السيرك لتحت وال ال دي لفوق. اول ما تروح كودال فيو وتلاقي السيرك تحت يبقى انت اوتوماتيك لازم تظبط نفسك ان انت هتلف كاونتر كلوك وايز ولا كلوك وايز؟ كاونتر كلوك وايز لانه بوستيريور، صح؟ طيب قعدنا نعمل في الحركه دي ما عرفناش، رحنا مطلعين القسطره وقلنا بدل ما نقعد نلف طب ما نلف القسطره ايه؟ من بره. القسطره بتبقى عامله كده بالشكل ده. لو انت عايز تعمل تصور حاجه بوستيريور شويه فبنروح عوجينها من بره بوستيريور كيرف، تمام؟
من بره اهو، بروح جايبها ومعوجها كده على الواير بتاع الشيس لغايه لما بتاخد الشيب بتاعها ده، ونروح داخلين تاني نجرب. عوجنا القسطره بوستيريور ودخلنا نجرب، قربت شويه من، شايف الحلوه دي قوي في اللاترال فيو. اللاترال فيو يعني انت باصص من الشمال قوي، فاللي قدام ال دي واللي ورا الايه ال ال سي اكس، ده اللي ياكد نظريه ان هما مش فوق وتحت، ده في واحد قدام واحد ورا. قربنا ولكن برضو الحقانات ستيل نون سيلكتيف. شايف ده كده الفيو بعد بقى، يعني شايف الفيو هناك ما كانش واضح بعد ما عملنا البوستيريور كيرف بتاع القسطره، فبدا يقرب من ال سي اكس شويه وده الشكل ده. طب في الحاله دي احنا مش عارفين نوصل للسيرك بالجادكن، نعمل ايه؟ هنا بقى الدور بتاع الامبتس ممتازه في السيلكتيف انجيجمنت بتاع ال سي اكس بتاع السيفرت اوست. بص الليجن اللي احنا ما كناش شايفينه بدانا نشوفه فيه هيزنس هنا في ال سي اكس وفيه تايت ليجن، ده احنا مش كنا عارفين نوصله. الاملتس نامت على الكسر وبتبدا مديك فرصه ان انت بقى تقعد تلف ورا ولقدام لغايه لما سيلكتيف انجيجمنت ال دي سيلكتيف انجيجمنت ليه ال سي اكس. تمام، فالاملتس احد الاستخدامات بتاعتها ان انت تعمل سيلكتيف انجيجمنت لل سي اكس اللي طالع بسبرت اوست من ال دي. الار سي اي وما ادراك ما الار سي اي. الاسبوع اللي فات كله لما اروح قسطره الاقي فيه ار سي اي ما اتصورش واتبعت سي تي، يعني في اسبوع كده بيبقى فايع ار سي اي انوماليز. ايه الار سي اي ده بقى؟ قال لك دي اماكن اللي ممكن يطلع منها الار سي اي، طبيعي يطلع من الرايت كوروناري ساينس. قال لك ممكن يطلع انتيريور، هو الار سي لما بي انومالي 99% انتيريور 1% بوستيريور، يجي يقول لك لا ده هو طالع بوستيريور شويه. كل الناس يقول لك ده طالع بوستيريور شويه، يروح اللاترال فيو تبص تلاقي القسطره باصه لقدام ويقول لك بوستيريور. يا عم ازاي هو طالع انتيريور مش بوستيريور؟ ليه؟ اهو الار سي اهو المفروض ده بتطلع بتاعته، لما بيطلع انوماليز بيطلع هنا قدام ما بين الرايت والليفت كورونا ساين. حتى وانت لما بتيجي في بعض الحالات عشان تعمل انجيجمنت ليه انت المفروض بعد لما بتوصل للروت هنا بتلف علشان تعمل انجيجمنت، ساعات بتعمل له انجيجمنت قبل ما يروح على الكيرف، يعني بتعمل له انجيجمنت هنا. يبقى كده انتيريور ولا بوستيريور؟ انتيريور. طب عايز تتاكد من كلامي، بعد ما تعمل له انجيجمنت تروح للاترال فيو. لاترال فيو انت نايم العين قدامك كده وباصص، لو هو انتيريور هيبان لك قدام، لو هو بوستيريور هيبان لك لورا. هتلاقي 99% من الحالات هو انومالس بس انتيريور، وممكن يكون طالع من الليفت كاسب، يا يعني اما من تحت او من فوق الليفت مين. هو اشهر واحد من هنا، يليه تقريبا اللي هو اللي فوق وبعد كده اللي تحت. وانا شفت واحد طالع من الاورطه فوق في ار سي اي بيبقى طالع من الاورطه فوق. فانت لازم تبقى مسيستم نفسك ان مش كل حاجه ستريت فورورد. هو جاد كان عبقري وعمل الاساطر بتاعته بس فيه انوماليز. دي حاله كنا برضو شغالينها بعد ما خلصنا الليفت سيستم. بندور على ار سي اي مش لاقيين الار سي اي. لما ما تلاقيش الار سي اي ما تخلصش الصبغه بتاعتك، لازم يبقى ليك استراتيجي هاو تو سيرش فور ار سي اي. اول حاجه احقن حقنه نون سيلكتيف في الرايت كاسب وانت باصص من ال ال اي او، مش اتفقنا هنعمل انجيجمنت للار سي اي في ال ال او؟ يعني انت باصص كده تمام. فوانت باصص كده القسطره بتاعتك لو باصه شمال، انت باصص من ال او، فين ال او بتاعنا اهو، لو القسطره باصه شمال يبقى انت بتحقن في الرايت كاسب، لو القسطره باصه على ايدك اليمين يبقى انت بتحقن في الليفت كاسب. مفهومه؟ حد مش فاهم؟ فاهم تاني. انا هو باصص بي اي، انا بعمل انجيجمنت للار سي اف ايه
ال اي او اهو، انا هنا الحقنه دي في ال اي او. لو في ال اي او القسطره بص على ايد انا الشمال، يبقى انا بحقن في الرايت كاسب اللي فيه الرايت كورونري. لو انا القسطره بص على ايد اليمين، يبقى انا بحقن في الليفت كاسب اللي فيه الليفت مين. صح؟ سهله. فاول حاجه هنحقنها، هنحقن نون سيلكتيف في الرايت كاسب، مش موجود، يبقى اوتوماتيك اروح ادور في كاسب تاني. دخلنا نحقن في الليفت كاسب، لانها شايف فين ملون لك منين؟ حد يعرف نجيبه بايه؟ نجيب القرص، القرص ايه ده طالع من هنا من عند الليفت مين، نعمل له انجيجمنت ازاي؟ مالتي بيربوز، ماشي، مش موجود. جاتكن ليفت كام؟ تعمل انجيجمنت ليها ازاي؟ هو معظم الناس اول ما بتلاقي الموضوع ده يقول لك نجيب املتس، تمام؟ فانا مشيت معاه، نجيب املت، هات املت، خش بالاملت، دخل بالاملت اهي الار سي، قربنا منه بس مش عارفين نعمل سيلكتيف انجيجمنت ليه برضه، تمام؟ وات از نيكست؟ ففي لا، انت عايز جودكن ليفت 3.5، تمام؟ وهنا بقى فايده القرايه والدعبسه والعلم. يعني ايه؟ يعني انت معاك التولز بس ممكن مش متخيل تستخدمها ازاي. في بيبر هنديه ممكن تدورها عليها لما تروح، عامله لك كل قسطره تعمل انجيجمنت لانهي انومالس وانهي جايدنج تستخدمه. فمنها احد الحاجات اللي نستخدمها الفيمورال ليفت، بس نعكسها. بص، رحت انا لففها بالشكل ده، شفت بقى الحلاوه دي؟ جابكن ليفت 3.5، رحت منزلها على القصر وطالع لفوق وعامل سيلكتيف انجيجمنت اللي قص من اليمه الثانيه. وهو دي اللي ممكن لو في ام اي هنا تدخل بالجايدنج بالشكل ده، وهتبقى عامله لك سبورت ابن لذين، لان انت نايم في الاورت كروت وعامل ايه؟ سيلكتيف انجيجمنت للار سي اي. ده الشكل بتاع اللاترال فيو. اللاترال فيو هو بص لقدام، طالع من قدام ولا من ورا؟ هي بص لقدام بس طالع من ورا من عند الليفت، تمام؟ ده لما كبرنا، لو انتوا شايفين معايا هنا في هيزنس كده زي ما يكون في ثرومبس، صح؟ زي الثرومبس هنا، ده سبونتينيوس دايسكشن. لما تلاقي هيزنس كده في نص اليومن وعيان يانج ايج وجاب اكيوت مايكاردال انفاركشن، تمام، وتيم 3 فلو، ده سبونتينيوس دايسكشن. اوعى تحط الورق فيه، سيبه، هيجي الكلام ده بعدين بس بمره واحنا ايه واحنا شغالين. فاحد استخدامات الفيمورال ليفت 3.5 ان انت تجيب الانومالس. تخيل بقى لما تبقى شايط اول حاله في حياتك وتلاقي الار سي اي انومالس وفي ثرومبس وتوتال اوكلوجن وانت مش عارف تخشه ازاي. العوض على الله، لازم تبقى ايه يعني، هي دي من هنا بقى. يعني في، انا شفت حاله زي دي والله قدامي وعارف الاوبريتور بس بدون ذكر اسامي على الملأ، الحاله فيلد منه ما عرفش يعمل كانفيشن الار سي اي، طلعها كونزيرف وكان عدى عليها الاستريت. وهنا دي النقطه الثانيه، ان انت المفروض يبقى قلبك على العيان. ده افجر، ده فاجر، ده يعني التاني عمل كونزيرف ما ضربوش، ما عرفش يعمل ار سي اي، حط في السيرك. الفكره في القسطره او في اي علم، اوعى حد يستكبر يستشير. طالما انت بتراعي ربنا اوعى تخاف على رزقك. يعني ما تفكرش لو انا حاله عصلجت معايا وجبت احمد يساعدني فيها ان احمد خد من رزقي. لا، ما خدش من رزقي، هو ليه رزقه وانا ليه رزقي. المهم ان انا راعي ضميري ان انا العيان يعدي. العيان عدى بشطارتي، بشطاره غيري، بشطاره حد كده كده. لو جبت حد عدها قدامي انا بستفاد، صح؟ يعني لو حاله عصلجت معايا وكل ما تعصلج معايا امشي كونزيرف، هفضل طول عمري اتعصلج معايا. انما لو جبت حد قدامي يشتغلها، خلاص هو علمني التركه دي فهعملها المره الجايه، تمام؟ طيب، يعني الليمه مش هنتكلم فيها قوي، بس هي يعني ايه كونسيبت عايزين نفهمه سوا.
هو المفروض الأورطة طالع بالشكل ده صح؟ بيطلع من قدام البريكيوسيفاليك، وبعد كده الليفت كومون كاروتد، وبعد كده الليفت سب كليفيان. الليما طالع من الليفت سب كليفيان صح؟ فعلشان تشوفه حلو وتعرف تخش هنا، تخش في البي اي ولا تخش في ال اي او؟ تخش في ال اي او. ليه؟ لان البي اي عامل لك فور شورتنينج للارش، وانت قاعد تدخل الوير ما انتش عارف انت طالع قدام ولا ورا. لما تروح ال اي او تبص الارش اتفرد قدام، فتبص تلاقي الليفت سب كليفيان مفروض عن البريكيوسيفاليك اكتر. تبدا تدخل، دخلت وشبطت القسطره لغايه لما دخلت في الليفت انترنال مامري ارتري وعايز تحقن، او مش عارف تخش في الليفت انترنال مامري ارتري. حد عنده تريك يقدر يحقن نون سيلكتيف الليما من غير كونتراست كتير؟ حد قاري في الموضوع يعني؟ اه، وانت المفروض لما تحقن مش الصبغه هتخش ديستال، انت واقف اهو في السب كليفيان، لو حقنت الصبغه هتنزل لك ديستال. طب لو جبت كف ورحت قافلها هنا، كل الصبغه اللي انت هتحقنها هتروح داخله لك في الايه؟ في اللينا. يبقى انت وفرت صبغه عليك، ووفرت صبغه على العيان، ووفرت صبغه على الكلى، والناس كلها ايه؟ طالعه مبسوط. فهي التركه هنا ان انت تاخد ال اي او فيو عشان تفرق البرانشات بتاعت الاورطه من بعض، عشان تخش تعمل انجكشن هنا وانت حاقن 10 مللي كونتراست تقدر تحقن بيها الليما، لو انت لافف الكف على دراع المريض، بحيث ان انت تقفل مسار الصبغه اللي رايحه على الدراع. حركات خفيفه، مش محتاج ان انا اخدك من ايدك واعلمها لك، بس مجرد ان انت تعرفها تبدا ان انت تطبقها. عايزك كده تركز معايا في الحاله دي، دي كومبليكيشن هتحصل في الحاله دي، عايزك تلقطها. دي حاله كنا احنا جايبينها هنشتغل سي تي او ال سي اكس. صورنا في عندنا سي تي او ال سي اكس، في عندنا ال اي دي، وفي عندنا دايجونال كبير في ليجن، بس احنا قلنا هنفتح السي تي او الاول. من الحاجات يعني ايه التريكس، ان انت ال سي اكس دوت بيحب الاملتس، الاملتس بتبقى سبورتيف قوي في ال سي اكس، فقلنا هنخش باملتس، وده ال اي دي وده الدايجونال. حضرنا العيان وجبنا الاملتس ورحنا معديين الورك هورس واير، ودخلنا بالمايكرو كاستر، ده الورك هورس واير اللي هو الورك العادي، وبعدين دخلنا المايكرو كاستر اللي مش فاهم مش مهم، الحاجات دي هتيجي بعدين، بس ركز في الكومبليكيشن اللي هتحصل في اللحظه دي. بعد ما حققنا ده لا لا مفيش برفوريشن، ده الريترو جريد فلو. المفروض ان احنا بعد ما بنخش بالورك هورس واير وندخل المايكرو كاستر نسحب الواير ونخش باب الواير الجديد ايه بتاعنا. عند اللحظه دي مفيش باك فلو، مفيش بريشر، دامب بريشر. انت خلاص يعني ايه وصلت نص السي تي او وبتخلص شغلك تمام، الواير عدى وخلاص، يعني ايه خلاص انت بتفنش، مفيش باك فلو، تعمل ايه؟ انت ما انت مكانك اهو بتعمل ايه؟ والمايكرو كاستر جوه، وهخش بالواير الجديد، بس مفيش باك فلو قدام، مفيش باك فلو من الجايدنج مش من المايكرو كاستر. اسبايريت مفيش، اخرج بالسيستم، ده الصح، مفيش باك فلو، اخرج بالسيستم. خرجنا بالسيستم، بفلش الجايدنج، ثرومبس من اول القسطره لاخرها طالعه لي على الترابيزه لفه زي التعبان. تخيل بقى لو كنت ايه حقنت الحقنه دي تمام. بعد ما طلعنا بالموضوع ده العيان دخل في شيست بين، يعني احنا ما حقناش والعيان دخل في شيست بين. بسرعه طلعنا بالسيستم غيرنا ودخلنا بالجابكن تاني. ايه اللي حصل ده؟ شايف الدايجنال اللي كان مرسوم اللذيذ ده في سروم بسطلته وقفلته. يبقى انت من الداخل تفتح سي تي او ال سي اكس، وعلى مشكله انتي كوجليشن
حصل كاستر ثرومبوزس، على الرغم ان احنا مش حققنا، احنا لو حققنا الكميه دي كلها كان الليفت من بالسيرك بالال دي كله قفل والعيان ارست. انما من طلعت بس التولز في حته كلوت كده ايه، راحت طالعه قافله الدايجنال بسرعه، ورحنا داخلين حاطين الواير، عملت له وايرنج بلالين مفيش، اسبيريشن مفيش، رحت مدخل الاسبيريشن كاستر وحقن فيه ستريبت. انا متاكد انها ثرومبس، حقنا ستريبت. بعد الستريبت يعني ايه، ربنا كرمنا والله يا بيه، دي بالبركه بقى يعني. احنا حلينا الامبول، المفروض الامبول تتحل على 100، رحت واخد 10 سم بس مديه كده ومكمل الباقي اي في، وريستورد تيم 3 فلو في الدايجنال. العيان شيست بين اوف، قلنا خلاص بقى كفايه كده النهارده، طلعناه 48 ساعه وجبناه، كملنا السي تي او، والسي تي او عدى وكانت حاله حلوه. ايه غالبا بقى ما تعرفش ايه اللي حصل في الموضوع، غالبا ممكن تبقى التولز فيها مشكله، ممكن الهبارين فيه مشكله، يعني ما تعرفش. بس الفكره كلها ايه، نيفر انجكت وزاوت بريشر وزاوت باك فلو، لان لو حقنت كارثه. حد شاف الحاله اللي ماتت في مركز بسبب كاستر ثرومبوزس؟ مات واحد داخل الكتيف كوروناري انجيو، الكتيف واحد دخل يعني عنده ميد فوكال ليجن الكتيف، تمام، كاستر ثرومبوزس ارست فنتليتد دار. الضاي تلاقي ضاي فيها دبرس على شوية صباع محشي يعني بهاريز كده، تمام. فهي الفكرة كلها ان انت you must pick up complication، كل ما تلقط، كل ما تأفويد حلو، تلقطها بدري حلو، ما تاخدش بالك وتكمل. كل سنة وانت طيب. لو انت بقى بتعمل ار سي او ليفت مين وحصل دامبل بريشر، عندك اسباب كتير، اشهرهم اربع اسباب. السبب الاولاني ان في ثرومبس في القسطره. السبب الثاني ان انت عامل سيلكتيف انجيجمنت على الكونس. السبب الثالث ان في اوستيال ليجن وانت داير فيه. السبب الرابع ان انت دوباديب لانجيجت اجينست وول. في الاربع حالات دي لو انت حقنت دي حصل مايكارد انفاركشن، صح؟ طب لو انت حقنت هنا انا هخش في اف ويضاي. طب لو انت حقنت هنا احصل دايسكشن في الاوستيا. طب لو انت حقنت هنا احصل دايسكشن في الارتري. ففي كلا الاحوال لو لقيت دامبت بريشر نيفر انجكت الا لما يبقى معاك باك فلو كويس ويبقى معاك بريشر ويف كويس. خلصنا كده النهارده. دي هنعملها في الجايدنج، هي نادرا ما بتبقى في الدايجنوستيك. في الجايدنج بتلف لو في كنكات عنيفه تلف على نفسك. كان في حاله معانا اخر مره في مش فاكر فين، كان فيها كنكات، لفيت لفتين بصيت لي اصلا ما بتتحركش والبشر ويف دامب، لفيت العكس البشر ويف جاب، حمدت ربنا ودخلت الواير ورحت ايه سحب القسطره لانها كانت هتتقطم خلاص. حد عنده اي سؤال في موضوع النهارده؟ بص، التيك اوف هيبقى فارق معانا قوي في البي سي ار، تمام. فانا عامل في محاضره اسمها جايدنج كاستر، هاو تو تشوز ذا بيست جايدنج كاستر فور ايتش كورونري ارتري. فاقول لك السوبيريور تيك اوف تعمل فيه ايه، الانفيريور تعمل فيه ايه. انما كدايجنوستيك احنا مش محتاجين اكتر من الايه، الجاتكن وممكن الاملدز في احيان قليل. في حد تاني عنده اسئله؟ الريكومندد في لا بص يا باشا، الريكومندد ان انت تستخدم سرنجة 10 سم و25 مللي في الدايجنوستيك بس، 100 مللي في البي سي ار، ده الريكومنديشن.
يعني ال 10 سم لو الارترز ستاندرد هيكفوك حقنتين، لو الارترز كبيره ال 10 سم هتكفيك حقنه واحده. انت بقى ممكن تختصر في الحقنات، يعني بدل ما تاخد بي اي كودل وار يو كودل ممكن تاخد كودل 40 رايت 10، يبقى انت كده ايه خلصت الكودل فيو، وواحد سبايدر وواحد كرينيال. يعني لو انت ممكن توفر في عدد الحقنات. النقطه الثانيه ان انت توفر في الحقنات وانت بتعمل انجيجمنت، يعني مع الوقت انت بعينك هتعرف القسطره انجزد ولا لا من غير ما تحرق. هتبص تلاقيها ليها حركه كده معينه الايند مع الكالسيفيكيشن بتاع الارتري، فانت بتبقى عارف انها خلاص ايه انجزد من غير ما تدي باف. باف البافات دي بتخلص لك بتاع 20 مللي سم. ايوه انت بتشتغل كمان بتعود بس بالظبط على حسب السبيد اللي انت بتحقن عليها، وعلى حسب انت سيلكتيف ولا لو نون سيلكتيف هتاخد كميه كبيره عشان تعمل اوباسيفيكيشن، لو انت سيلكتيف هتاخد كميه اصغر. كان عندك سؤال على الايه الايه الار سي ايه انوماليز ولا العادي؟ العادي. المفروض الار سي ايه دي قسطره ويليام ما بحبش اشتغل بيها، يعني الويليام دي بيبقى واخد 3 كيرفز كده بحيث ان لما بيعرفش يلف الجاتكن يخش بالويليام، تبص تلاقيها داخله لك على الار سي على طول. بس مش ايه الويليام هي اسمها 3 دي كيرف كاستر، فليها ثلاثه امسك امسك دي لا ثلاثه دايمنشنز كاستر. دي الجاتكن، الجاتكن بيبقى ليها الكيرف البسيط دي الجاتكن، جاتكن رايت. التانية دي ويليام برضه. الأملت زبوز البط بتبقى ليها نازلة لتحت كيرف كده، اللي عايز حاجة يبقى يجي يمسكها كده بعد يمسك كده أوكازيون إيه؟ طلع معاهم ايه بايه بلازما، وبعد كده بفتحهم بقى عندي في البيت وفي وسط يوزد ومتعقمه، بس مش هستخدمها في عيان انا، بس اديوكيشنال اديوكيشنال. وتعقيم السنين بقى، ما انت ما تسيبها في المكتب سنه تعقيم السنين. حد عنده اي سؤال؟ طيب الحركه بتاعت كل مره نبدا من احمد محسن عشان عبد الرحمن ما بقولش على طول، كل واحد ايه الحاجه الجديده اللي استفادها النهارده؟ قصه في حاجات صغيره في النص هي بتكسب الاكس، فاهم؟ دي بتفرق مش عارف حد بيحطها، الفكره انها يعني انتهى الاهميه انها بتنقص ساعات عيان او بنقص عيان 5 مينتس وخلاص. حبيبي ربنا يخليك. طب معلومة واحدة تبص تلاقيها ضربت لك حاجات كتير جديدة. جمال المحاضرة كلها حلوة. سيلكتيف انجيجمنت بالال 6 بالاملتس، الاورينتيشن بتاع الاساطر ورا وقدام، كل حاجة جديدة، كله عسل، مية مية، فل الفل، إيه العسل ده؟ كاستر سون بوزس، ريديا الأرضي، لا ما هو بص ما تستخسرش في عيان، عايزين ناخد بقى الصورة الجماعية إياها الحلوة دي؟